فأنا كنت وايد تعبانة من ظهري ورقبتي، ما قدرت أمشي ولا قدرت أتحرك وايد. أنا كل مستشفيات رحتها، ما خليت مستشفى أنا ما صرته، بس مشكلتي أنا ما اقتنعت إني أنا أروح أي دكتور يسوي لي العملية. والله لك الحمد، أنا شفت دكتور سامح إنسان طيب وخلوق وارتحت له والحمد لله وسوى لي العملية. مدام عايشة المزمي، أنا تعرفت عليها في عيادة العمود الفقري، كانت بتعاني من آلام شديدة في أسفل الظهر مع آلام في الرجل مع تنميل وخدران وصعوبة في المشي. بعد ما عملنا لها كل التحاليل والفحوصات والأشعاعات، تبين أن عندها ضغط شديد جداً على الأعصاب في أسفل الظهر مع خشونة في الفقرات، خلت عندها بعض الاعوجاجات في الفقرات في أسفل الظهر للعمود الفقري. قررنا في الآخر أن احنا نعمل لها عملية للعمود الفقري، والحقيقة أن احنا استعملنا معاها نوع من العمليات جديد جداً اسمه عمليات التدخل المحدود. أنا شفت دكتور سامح إنسان طيب وفنان وسوى لي العملية وارتحت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله شفيت وحينا أحسن عن قبل وبوايد وايد وايد أمشي وأقدر أروح وأرجع وايد.